السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة نتكلم عن تفسير رؤية الباب القوي أو الباب المتين. من الرؤى المهمة رؤية الأبواب. رؤية الباب المتين أو الباب القوي بيدل على عدم الخوف بالنسبة للرائي في قضية المستقبل، بيدل على الأمن والأمان. باب متين، باب قوي، بيدل على عدم الخوف، بيدل على أن أنت في الفترة القادمة هتكون في أمن وأمان، كمان بيدل على الشخصية القوية كمان على فكرة. أما رؤية الباب ضعيف دي بتدل على عدم الأمان وبيدل على ضعف الشخصية إلى آخر هذه الأمور، ومع شديد الأسف رؤية الشخص أنه يجد صعوبة في فتح الباب. هذه الرؤية تدل على أنه سوف تحدث له مشكلة صعبة، وعلى قدر صعوبة فتح الباب. ما هو أنا ممكن أجد صعوبة لكن أفتحه، ممكن أجد صعوبة وطول الحلم مش عارف أفتح الباب. على قدر صعوبة فتح الباب في المنام على قدر صعوبة المشكلة اللي هتقع فيها في الحقيقة. رؤية الباب مجرد رؤيته، لكن كان الباب من حديد وليس من خشب. هذه الرؤية تدل أيضا على القوة وتدل على الرزق الواسع لك في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لو رأت المرأة المتزوجة أنها تكسر باب البيت، بيتها يعني، هذه الرؤية بتدل على المشاكل. للأسف الشديد لو رأت كسر الباب أحيانا تدل على الانفصال والطلاق. أحيانا، أنا بقول شيء مباشرة جدا. ولو رأت ان باب بيتها متين او من حديد او انه مغلق تدل على الامن والامان والاستقرار في الحياة الزوجية. اصلاح باب البيت للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية بتدل على زوال المشاكل والهموم ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لبنت العزباء، رؤيتها لباب مغلق ولا تعرف لمن هذا الباب، هذه الرؤية جميلة جدا تدل لها على الزواج. تخيلوا رؤيتها أن الأبواب تفتح لها، رزق وأمان وفتح فرصة عمل جديدة وبعض الأشياء، التغيرات الإيجابية سوف تحدث لها في الفترة القادمة. أما كسر الباب للبنت العزباء، تأخر في الزواج، تعثر في الزواج. ولو إنها مخطوبة، للأسف من الممكن، من الوارد إنها تدل على فسخ الخطوبة. أما بالنسبة للرجل، رؤيته للباب قوي بيدل على عدم خوفه من المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، وبتدل على قوة شخصيته بفضل الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.